صالحظ لا دازو مزيانين، المواد كانوا ساهلين، كانت الشمعات شويه صعيبه، ماشي صعيبه غير فهمتي، كانوا المقالات شويه حسيناها كانت صعيبه، ولكن لونجلي والعربيه صراحه كانوا مزيانين بزاف، وتا دابا دوزنا الفلسفه كانت سهله بزاف، يعني الاجواء مزيونين بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تسالينا يكونوا مزيانين ان شاء الله وكلشي ينجحوا ان شاء الله. بالنسبه للتحضيرات كيفاش حضرتي الامتحان؟ انا صراحه لخص بالنسبه للدروس اللي كنجبر طوالين لخص، وعاود كنت كنشوف هكا لي فيديو في اليوتيوب وفيسبوك، كنت يعني كنشوف هكا كنحضر الحصص الاونلاين فهمتي، وكنا كنرجع مع البنات وصافي هادشي اللي كاين. ان شاء الله اذا سهل الله وديتي باكالوريا شنو غاتعمل؟ ان صافي هادشي اللي غنعمل ان شاء الله بيرمي لك. فين عاد صافي؟ غنمشي للحسيمه ان شاء الله يا ربي لا كتاب، ضروري نمشيو نزورو العائله ونمشيو نشوفوهم تما، وديك الساعه نبيرمي لا كتاب وصافي. في المستوى كلشي هو هذاك، اللي حافظ راه كيحط، اللي ما حافظش راه الله غالب. سينا كيف جاك الامتحان؟ فسهل، اللي مراجع راه سهل، جاني كل شيء هو هذاك الحمد لله. مزير الحراسة، مزير الحق، احنا ما مجينش عاوني على الغوش ولا شي حاجة، راه اللي في الراس ديالنا حاطين. انا يضحك كيف شني قال لك؟ قال لك ما جاش يعاون على الغوش. مخير ما جاش يعاون على الغوش، يكذب عليك كذب واخا. سيلا كيفاش دوزتي الامتحان؟ انا دوزت الامتحان صراحة مزيان والله العظيم. ياك ما ناقلتيش؟ لا والو، داونا التليفون وداونا كل شيء، سكانر كذا. سكانر زولونا التليفونات، راه داكشي راه متشدد لجنات وكذا، راه التليفون ما صالحش زعما الغش ما صالح. تقارير وكذا، عول على راسك. عولتي على راسك؟ من غشنا فليس منا. كنبغيو نشكرو صاحبك كيفرشك كيضحك. كنبغيو نشكرو طنجاوي وجميع القناة. سلام هذا الخاو ما نكذبش عليك، تنقيلة الخاو كتقدر ما تلقاش فهمتي. المهم كنا لاعبين ديال لاصدوس وصافي الخاو. باندا باندا عندي، باندا عندك وصا ان شاء الله اللي ديتي باكر واش نعتمد به؟ غنخبع في الدار اخاي ايوب. امتحانات اخاي ايوب تينا كتعرف الوطني كيكون مزير شويه، المهم الحمد لله ديبانينا معاهم شي حاجه، حراسه كانت مزيره تينا عارف ديك ما عارف والو تينا اللي خصك تقول لي اخاي. كتخلط ديك اللجنه بديك سكانر اخاي ايوب، بحال ديك الحنوش عرفتي بحال خالطين بكلايط نقيصه، ما عرفتي قلبك كيبغي يسكت اخاي ايوب والله العظيم. واي داك وفلات انا غادي فتشونا شحال مره وحنا عامرين وما جابرو والو، وكيطلبوا السماح يقول لك سمح لي، احنا كيقول لك سمح لي. اساسي كاملين بهم اخاي ايوب من الاول تانا الراس، الله يرحم والديهم الخا، حيت شحال مره غطاو لينا وشحال مره قلنا نحصلوه وما سترونا، وان شاء الله نجحوا كاملين وما يسقط حتى واحد. كلشي واخا عارف ما يسقطش كلشي وما ينجحش كلشي، كيعمل واحد النسبه ديال النجاح قليله، وهذاك ان شاء الله نطلعوا كاملين بينا بعد الدريك الحومه. فين غطلعوا؟ غطلعوا غطلعوا خيموا في سطيحات يا ديك سطيح. صراحه الاجواء ديال الامتحان دازت مزيانه شويه، كنا عوالين زعما نضربوا شي نقط مزيانين ولكن والو، نطلبوا الله وصافي نديو شي نقطه وصافي، هادشي اللي كنتمناو هادشي اللي كاين ماشي مشكل. شويه الحمد لله جاوبنا، اللي فاهم شي حاجه هيجاوب، اللي ما فاهمش راه ما يجاوبش، المهم اللي فهمنا عملنا تماك واحد حياتك مزيرين علينا، المهم جاوبنا شي بركه الحمد لله. بالنسبه للامتحان يعني بكل صراحه واش متناول ولا صعب؟ امتحان صراحه سهل، اللي فاهم راه يعمل شي حاجه، اللي ما فاهمش راه بحال دائما وصل. ان شاء الله اذا سهل الله وديتي باكالوريا شنو غاتعمل به؟ ان شاء الله الاستيه والسهل. صافي هي اللي فيها بزاف، أما الكلية عباس لنا أخي أيوب تماك تبقى خا. بالنسبة للتلاميذ اللي كانوا معك عملوا شي حاجة ولا كان عليهم الضغط؟ كاين اللي جاوب، كاين اللي نص ساعة قال خرج في حاله ما فهمش حاجة خرج في حاله، مي على حساب المواد وصافي. المهم تينا دوزتي داكشي مزيان. الحمد لله المواد كاملين دوزناهم شوية، مي شوية وسال. مي ولاو فغلا الدراري كاملين، ديت حومة كاملين، خالد، النجبة، سي رشيد، بحري، بلال، كاملين بهم الحمد لله إن شاء الله ينجحوا. طلبوا الخان دري كامل. جوات الامتحان كاس مزيانه الحمد لله، وكنتمناو ان شاء الله يكون مواد اخرين كاملين عملنا بحال هذه الماده اللي جوزنا دابا فلسفه، جوزنا جاوبنا مزيان، ومواد اخرين ان شاء الله حتى هما يكون جوزناهم في مستوى، وكنتمناو من الله شي نقطه مزيانه من النجاح الجامعي ان شاء الله، وعلى دينا بكالوريا ان شاء الله كاينه ما يسمى، المهم ندوب بكالوريا دابا ويكون خير ان شاء الله. تفرح الوالدين بعدا. نفرحوا الوالدين وهذيك هي كل شيء، دابا نفرحوا الوالدين، حنايا دابا خمو نفرحوا الوالد. نعم نفرحوا الوالدين صافي. صالح خرجت من امتحان وجبرتيني دوزت فلسفه. صراحه امتحانات متناول، كاين قاوله جات صعيبه شويه، والسؤال كان بسيط زعما، واخا ما رجعنا هادشي عملت قاوله.
اما امتحانات اخرين دوزتهم مزيانين، والشكر كامل كيرجع للاستاذ اللي زدت عنده السوايع ابو الوالي عبد الله، هو اللي عاوني بزاف منهجيات وفي الدراسه وشرحنا الدرس مزيان. بالنسبه للاجواء في القسم كيفاش كانت؟ مزيان، واخا كاين بعض الضغوطات الاساسيه اللي كيحرسوك، كتعرف سين الاساسي ملي كيبقى يدور عليك مع راسك كتبقى تنيرف بوحديتك. الامتحان كان ساهل، عاد عطاونا يطيحونا داك الشيء اللي عندنا قسم داو في اطار مرجع كان داخل كيف متناول داكشي اللي قريتو طيب. اه وبالنسبه للحراسه؟ الحراسه كانت عاديه، الاستاذ كيعملوا كامل الحراسه ديالهم عاديه، والتلامذه هما لا القسم ما كانوش عادي تما شحال صغير، حتى الدراري كانوا تما حافظين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.